أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى جمهورية الصومال للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع دول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات. هذا وقد أعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للمساندة المصرية، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها للشعب الصومالي، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.